فندق اليوم مركيور باتايا. خلونا نشوف يا جماعة الفندق ونستكشفه مع بعض. طبعا مركيور وهوليدي إن يم بعض هني، بس عندهم شوي قاعد يسوون الأرضية هني، فيهم بعد 7-11 هناك، وهذا مدخل الهوليدي إن. وعلى إيدك اليسار راح تشوف مركيور، يعني اثنين فندقين في نفس الموقع. خلونا ندش يا جماعة شو سوي ديك. سلام. طبعا على يدك اليمين القعدات هذه او قاعة الانتظار اسميها انا. دش اللوبي هني بحزة الكريسماس يحطوا لك الشيارة ايش طولها ايش عرضها. هني على يساري السربشن السربشن السربشن. معلومة على السريع عند الريسبشن يا جماعة، إذا خايف ومحاتي عندك وزن ما وزن، عندهم الميزان يتشيك لك على أمتعتك قبل لا تروح المطار، يعني خدمة حلوة صراحة. يمكن حتى مو كل الأوتيلات عندهم الشغلة هذه. هذا هني على يساري الإنترنت كورنر، تقعد تاخذ تستخدم الإنترنت. هني هم بعد قعدات. فندق صغير ملموم، عرف شلون؟ جينا هني حق البار على يدك اليمين، مشاريب واكل وايس كريم هني، في عندهم هم بعد اكل وكذا. وعلى يدك اليسار الحوض هذا مع شلاله مع قريه مائيه جدا صغيره. راح نشوفه. طبعا القعدات هذه الجميله فيها بعد الستاف يعطيك يبطل لك ثلاجه الايس كريم، يعني ما تبطل تكون مسكره. هذا هني ملعب صغير كره قدم، شوف حتى الاقوال صغيره، كره سله من بعد. عزكم الله الحمامات هناك، كيدز كلاب حق الاطفال يعني، بس كلش صغير وكلش حق دقه يعني، عرفت؟ كلش صغير. في جيمز من بعد، بلاي ستيشن 4 حاطين لك اياها، كور ما كور. ها طبعا الكيدز كلاب مالهم جدا صغير. هني يقول لك هم بعد لا تجيب اكل من برا ومشاريب من برا ومش عارف ايش. هذا هني عندك الكاونتر مال الفوط مع طاوله التنس، تقدر تلعب هني هم بعد، مضاربها موجوده يمها. طبعا هني عندك الحوت هذا الازرق حق الاطفال، حوض حق الاطفال الصغار وكذا. هني حاطين لك طائره تلعب طائره بال على حوض السباحة. طبعاً تشمس هني على كيف كيفك، جو حلو وجو مال بحر. هني القسم هذا خاص حق الأطفال، بس ديروا بالكم من هذه يا جماعة، خاف تزلقون ولا كذا، والعيال يزلقون، فلا تأمن وايد ترى فيها إلا إذا كنت معاهم أنصحك. هاي طبعاً الزحلاقية جداً صغيرة حق البيبي، ممر رحلاته هذه جرب هذيل يتعبون ماي وتكت كت عليك، بس مايهم ترى بارد هني حلو فريش. طبعا هني اذا انت مو نازل بالفندق هذا يصير هم بعد تقدر تي فاتحين لك المجال انك تي تقدر تلعب انت والعيال في هالقريه المائيه، وتكلفه الشخص الواحد البالغ 500 بات، واذا كانوا يهال وتحت ال 15 سنه يدفعون نص التذكره، يعني 250 بات للشخص الواحد، يعني قول دينارين على 4 دنانير للشخص البالغ 4 دنانير، والشخص الاطفال اللي تحت ال 15 سنه اقل، يعني اقول دينارين تقريبا. ومو بس كذي، عندهم تسلق، شوف الطوفه هذه، تسلق ما تسلق 30 دقيقه ب 200 بات، تقدر تكلم الستاف ويعطونك الاغراض اللي تحتاجها وتلعب من الساعه 11 للساعه 4 العصر يفتحون. وطبعا في اللايف جارد هم بعد يكون معاك حمايه لا تحاتي. وهني طبعا تروح تدش هني تصعد الدور الاول، الدور الثاني تنط على الحوض هذا الغميج اللي مخطط بالاحمر والابيض، فيعني هاي الزحلاقيه طبعا تصعد لها من هني وتستانس. راح نطب بس مو الحين صراحة. المنظر حلو، الجو حلو، مال نط مال سباحة مال لعب، يا صدق صغير بس صراحة حلو.
تستانس تستمتع يوم كذي. ها عندك هناك شير بنص الحوض الزحلقية طبعا من هناك حاطين لك حد عليها. سلام. حوالينا هم بعد تقدر تسوي يعني مثل ما تقول نهر كسول بس شنو جدا صغير. غرفتنا 901 خلينا نجي نشوفها مع بعض. اول ما تدش طبعا عندك السيفتي بوكس هني مع الروبس مع المظله حاط لك اياها الكوفي شوب الكوفي شويه مع شاي ها غلايه ماي وماي حاط لك شويه ميني بار داخل الثلاجه. طبعا هذه غرفه مشتركه اذا تحبون تفصلون اليهال عنكم وكذي. طبعا هذا الكينج سايز بيد هني. سلام. تلفزيون حلو سماعة حاطة لك سماعة سبيكر. عندك الأوفيس جدا صغير. ها طبعا شنو موقعها موقعها من الإعراب ما في مالون بابا. طبعا خلونا نشوف الفيو مع بعض يا جماعة. السلام عليك. أيوة سلام. ها طبعا هوليدي إن. ها طبعا من قدام هذا بالدور التاسع احنا. سلام. صراحة الإضلالة هني أحلى من اللي كانت بالدور الـ 14. ها طبعا الهوليدي إن عجيب والله. شوف شو تقدر تشوف حوض السباحة مال الهوليدي إن. شيء مو طبيعي صراحة. وهذا تحت عندك مالت الانترنس أو قاعة الدخول مالت مركيور. سلام سلام سلم. طبعا يينا حق سعر الغرفة. طبعا سعر الغرفة يتراوح ما بين 2200 إلى 2700 بات لليلة الواحدة، ما يقارب تقريبا 66 دولار إلى 70 إلى 75 دولار تقريبا، يعتمد على الموسم اللي أنت جاي هم بعد. يعني بالكويت تطلع تقريبا 18 20 دينار كويتي بالليلة، فيعتمد أنت هم بعد كسرها على عملتك بديرتك. ماشي به وبس والله. طبعا هذا أول ما تدش هني عندك المرحاض مع الرشاش هذا الزين، البودي لوشن ما بودي لوشن، بعض الأحيان بعض الغرف العادية ما فيها اللوشن ترى. هذا هني عندك الشاور جيل والبودي واش، وعندك الستارة هذه تقدر تنزلها. شغل عدل صراحة يعني ملمومة كلش كلش يعني حق بنفر يعني كلش أو زوج وزوجته. بس تاخذ الغرفة المشتركة إذا عندك عيال وتاخذ راحتك أنت هم بعد. صبحكم الله بالخير. نزلنا الدور الخامس نشوف البريكفاست مالهم والبوفيه مال الصبح. طبعا إذا كان عندهم لونج ويك إند إجازة طويلة يفتحون لك قاعتين، القاعة الأساسية هني والقاعة الثانية يفتحوا لك إياها ويحطوا لك إياها هناك داخل قاعة داخلية ثانية، فتعطيهم غرفتك هني سوي لك. طبعا يقول لك حيوانات هني ما يصير. طبعا قاعة الأكل هني مو ذاك الزود كبيرة، بس خلينا نشوف الأطباق اللي هني عندهم. طبعا ما نبلش بالكوفي إن شاء الله. الكوفي والهذا عندك، بعدين البويلد رايس يعني شغلات هذه اللي أقول معاي عيش مفيوح كذي شوربة يصير كذي. عندهم الكاروت سوب عرف شلون. وهاي طبعا الأطباق الرئيسية بيض ونقانق والتشيكن هام وعندك السامبار أكل هندي. هذا بعد الحمص بالكوري بالكاري، بطاطس مقلية، طبعا الكبج هذا في ريد واين ترى يا جماعة، فلازم تحرصون الأكل إذا كان في ريد واين ولا وايت واين. بعض الأحيان بالبوفيهات يكون في اللحم يكون مطبوخ ولا حتى اللحم الخروف يكون ضايفين عليه الريد واين ولا الوايت واين. فيا جماعة خلوا بالكم النقطة هاي. طبعا هني الكرف نتفليكسات مع شوية معجنات سينمون رول، عندك البودينج بريد بودينج. الله
محمصة قول معي شواية التوستر هذه. هني عندك بيض مفيوح مع الصوصات مالته، هذه مالت الاندومي ما اندومي. عصاير عندك، انفيوجن واتر حطيلك في فواكه داخله، حليب، سلام. هذا هني عندك قسم السلطات شويه هيلثي، يبيك سلطه كذي انت اول ما تقعد النوم، صحن شي سلطه محترم، تشيز، بابايا سلد. هاي طبعا هذه وهذه اذا عندك امساك وحده بوحده. ايوه هذه هي كذي اكلهم، يبطل الساعه 6 الصبح للساعه 10 الصبح. على فكره هم بعد الاطلاله يطلعك على السويمينج بول. خلينا نشوف السويمينج بول دام ان احنا هني في الدور هذا. طيب الساعه 6 الصبح الحين. هذا حوض السباحه، هذا جراندي سنتر بوينت هناك، المبنى الطويل هذا هادي الجو. هني سويمينج بول حق الادلتس، عرفت شلون؟ يعني حق الكبار يجون يريحون كذي شويه، اللي اهلهم بعد يجون هني. بس السويمينج بول اللي تحت هذا حق العيال، القريه مائيه صغيره وزحلاقيه وتقدر تنط من الدور الاول ولا الثاني، فحاطين لك شيء مفصول معزول، يعني اللي ما يحب الازعاج كلش لا تعال مثلا الدور الخامس هذا هني، هذا هوليدي ان. فهذا هو، وخلونا نستكشف الباجي. طبعا مقابل قاعة الأكل أو صالة الأكل مقابلها الفتنس مالهم. طبعا عزكم الله على اليسار الحمامات، هني لازم تدش أنت بكرتك، حط الكرت، سلام. فتنس جدا صغير، حاطين لك يعني 6 مكاين كارديو، يعني ماكو بنش واحد، بنشين حق هذا الورك اوت مالك مثلا. بس هذا هو مشين واحد شي كامل متكامل على قولتهم. بس هذا هو صغير ملموم، يعني اللي يحب يسوي الروتين ماله. هاي يا جماعه نروح نطب، يلا عشان نروح الطب ونشوف المغامره شلون راح تكون معانا. كنا نصعد اول شيء نشوف. ها طبعا الدور الاول، يعني تصعد الدور الاول راح تكون شيء تكون على بعد ارتفاع. الطابق الثاني يقول لك لا تصعد شو اسمه هذي اللي هناك، تشوف الشلال فوقك. ها طبعا هي الطابق الثاني او الستيب الثاني خلينا نقول، وها طبعا على عمق شذي يكون. فراح نطبه، نطب خالي طب طب. ها فهذا انا اللي راح اطب والله. هذا خالي تبغى تدزني، هذا وراي لا تدزني. ها شذي اها طب. رايك عجيبة، الماي بارد فريش. بعد ما شفه غريبي بطب واحدة ثانية. بس هالمرة ها شو تكون معاي؟ تكون معاي ها؟ واحد اثنين ما راح اطالع تحت. شيء مو طبيعي انك تكسر الخوف وما طالع تحت، ترى صعبة ها؟ استمتعوا يا جماعة اذا يتهني نط وانت مغمض. وصلنا معاكم لنهاية الحلقة، أتمنى كانت حلقة حلوة وخفيفة عليكم، صراحة استمتعنا وكان ما شاء الله توفقنا بالجو، صراحة ممتع 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 لدرجة ما تتصورونها، يعني ما شاء الله نسناس هواء، شمس حنانية مع أن احنا في عز المطر، بس الحمد لله
توفقنا بهالرحله والاستكشاف هذا لكم يا احلى متابعين. حبايبي اذا استفدتوا من الفيديو ومعلومات الفيديو لا تنسون تشاركونا مع اصدقائكم وربعكم عشان يستفيدون ونستفيد. والله يوفقكم وين ما كنتوا وشكرا لدعمكم وشكرا للبوزيتيف هذا الانرجي هذا اللي اشوفه بالكومنتات على راسي كلكم. حبايبي احبكم كلكم. كان معكم اخوكم انور امين وفمان الله.